أمامية للزيلعي. الزيلعي تقدم ممتاز لبوغش، الحاج مشاها لخالد داخل منطقة الجزاء، الكرة وصلت، السلام! السعود يعود والنصر يريد انه يعود. الله عليك يا سعود، يسجل هدف جميل للعالمين. هذه راسياتك يا ماجد، وهذه لقطات الأسطورة ماجد، هذه كانت بمثابة البلنتي لماجد، والآن يأتي أحد أحفاد ماجد اللي هو سعود حمود ويضعها في المرمى راسية على طريقة الأسطورة في المرمى ليعلن عن عودة النصر السعودي المرة الأولى. شالها من على خط المرمى، والثانية تعانق شباك المرمى.